قدمت اللجنة العديد من التوصيات التي سترفعها إلى المجلس وستقرؤونها إن شاء الله في تقرير لجنة التحقيق يوم الغد. لجنة التحقيق في مقتل المطيري هو تقرير يخلو من إدانة الخالد سياسيا، وأعضاؤها يضعون كامل الحقائق بين أيادي النواب غدا. وصحيفة استجواب الخالد تودع الأمانة العامة، والتصريحات تتوالى ما بين تأييد المسائلة ودعم الوزير. ولا حرصا عليه على القيادة السياسية في الكويت أن تقدم دعما حقيقيا للوزير الخالد لكي يستطيع أن ينجز شيء. نشرة التاسعة من الرأي، أهلا بكم. أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية مقتل المواطن محمد المطيري عملها بعد اجتماعات ست استطاعت من خلالها التوصل إلى نتيجة ترد فيها على العديد من التساؤلات حول مقتل المطيري، وخلاصتها لا إدانة سياسية للوزير لعدم اتفاق الأعضاء حولها. وفي ختام اجتماعها الأخير أعلن مقررها النائب برزوق الغانم على خلاصة عمل اللجنة والنتيجة التي خلص إليها تقريرها. فاللجنة كما قال الغانم رأت قصورا كبيرا في قطاعات وزارة الداخلية، لا سيما في قطاع المباحث الجنائية، كما اعتبرت أن الوزير قدم معلومات مغلوطة إلى مجلس الأمة حيال قضية المطيري، وأن اللجنة لم تذهب في تقريرها إلى إدانة الوزير للخالد بعد أن تعذر الاتفاق بالإجماع على إدانته. بالنسبة للشق الجنائي فيما يخص المتهمين بقضية المرحوم محمد الميموني فهذا اختصاص النيابة العامة ومن ثم القضاء حتى يأخذ المجرم أو المجرمين قصاصهم العادل. نحن في دولة مؤسسات ودولة قانون، إلا أن ما حدث يكشف عن أوجه قصور كثيرة وكبيرة ومتوسعة في وزارة الداخلية بصفة عامة وفي قطاع المباحث الجنائية بصفة خاصة. كما قدمت اللجنة العديد من التوصيات التي سترفعها إلى المجلس وستقرؤونها إن شاء الله في تقرير لجنة التحقيق يوم الغد. للأسف الشديد الحقيقة مرة وكشفت عن أوجه قصور كبيرة، وراح نتيجتها أزهقت روح بريئة لا ذنب لها إلا أنها وقعت في أيدي هذه الفئة من الضالين والعابثين بأمن البلاد. نأمل إن شاء الله من ضمن توصياتنا أن يحال تقرير اللجنة، نكلف الحكومة بإحالته إلى النيابة العامة ليضم إلى ملف القضية حتى يأخذ كثير من المعلومات اللي موجودة فيه. حقيقة يعني اطلعنا على الكثير من الأمور اللي حبينا نوصلها إلى الأخوة الأفاضل أعضاء المجلس. أعضاء لجنة التحقيق لهم آراء سياسية قد لا تكون متفقة، اللجنة سترفع الحقائق إلى مجلس الأمة ومن ثم كل عضو من أعضاء اللجنة له الحق في إبداء رأيه السياسي، إنما فيما يتعلق في حقائق التقرير كانت بإجماع الأخوة أعضاء اللجنة. وفي سياق متصل، تقدم صباحا النواب وليد الطبطبائي، شعيب الموزري وسالم النملان باستجوابهم لوزير الداخلية كما سبق، وأعلنوا مودعين الصحيفة المؤلفة من 13 صفحة للأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، والتي تضمنت محورا واحدا يتخلص في قضية تعذيب المواطن محمد المطيري التي أدت إلى مقتله. كما يتضمن المحور إشارة إلى تضليل للوزير لمجلس الأمة وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم. أداء للأمانة والمسؤولية الجسيمة التي حملنا إياها الشعب الكويتي بتمثيله في مجلس الأمة، وأداء لهذه الأمانة تقدمنا بهذا الاستجواب الموجه إلى وزير الداخلية بصفته بشأن التعذيب مواطن حتى الموت والإدلاء بمعلومات كاذبة وسوء استغلال السلطة. مع العلم أن الوزير أعلن أنه قدم استقالته قبل أسبوعين تقريبا، وأنه لا يشرف البقاء في وزارة تعذب المواطنين. ونحن نسأل، إذا كان لا يشرفه البقاء في وزارة تعذب المواطنين فلماذا يبقى إلى الآن؟ هذا الاستجواب مستحق، ونحرص جميعا في هذا الاستجواب بأن نقوم بدورنا اللي كفل الدستور لجميع النواب
كحق لا يمكن أن نقبل بأي طرف من الأطراف أن يحاول أن يجهض هذا الحق، وهذا الحق هو حق الاستجواب. الجريمة اللي صارت قتل نفس، ولدينا القناعة تامة مجتمعين ومنفردين بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام. هذا الاستجواب حفاظا على حق النائب في تقديم هذا الاستجواب، لكي نبين للشعب الكويتي بأن هذا الوزير أخطأ خطأ كبير في تضليل الشعب وتضليل نواب مجلس الأمة في البيان الذي تلاه في مجلس الأمة. وعقب تقديم الاستجواب توالت التصريحات النيابية المؤيدة للذهاب بتلك المساءلة إلى أبعد مدى، أي إلى حدود طرح الثقة بالوزير، كما خرجت في المقابل تصريحات أخرى لفريق نيابي يدعم الخالد تطالبه بالاستمرار على رأس الوزارة شريطة أن يتم تطهيرها من القيادات التي أثبتت التحقيقات تورطها في قضية المطيري وقضايا أخرى. مواقف النواب المتباينة تجاه الاستجواب في تقرير لرباب بدح. إذن وبعد أن أودع النواب صحيفة استجوابهم أمانة المجلس، خرجت العديد من المواقف النيابية تجاه الاستجواب الذي من المفترض أن يناقش في جلسة 8 فبراير المقبل. في هذا السياق وجه النائب جمعان الحربش دعوة لوزير الداخلية بضرورة الإصرار على استقالته كي يقي نفسه شر التجريح السياسي الذي سيطاله خلال الأيام القادمة. وكذلك قال آخرون: وأنا أقول بكل وضوح وصراحة لوزير الداخلية، عدم قبول استقالتك ليس تمسكا فيك ولا حرصا عليك، هو استخدامك كمصد سياسي حتى تؤخذ كمصد سياسي تجرح سياسيا لمدة شهر كامل إلى أن يحدث الاستجواب ثم جلسة طرح الثقة. نحن نعتقد بأن ما حصل ويحصل حاليا من تأزيم حكومي بعدم قبول الاستقالة هو دفع باتجاه توتير العلاقة وتعطيل للتنمية التي تدعي الحكومة بأن المجلس يعطلها. على الصعيد الآخر، دعوات ورسائل وجهها غير طرف نيابي للخالد تذهب في إطار مغاير للدعوات السابقة، إذ طالب عدد من النواب الوزير بالاستمرار في حملة تطهير وزارته من الفساد المستشري فيها على حد قولهم. أنا بالنسبة لي الوزير الداخلية أنا أطلب منه أن يستكمل بالإصلاحات الجذرية، ويجب أن يكون في نفضة بوزارة الداخلية حتى يكون يرجع الأمن والطمأنينة للمواطن الكويتي بجهاز الأمن. اليوم ما ارتكب أكبر هي من موضوع استجواب وزير الداخلية أو استقالة وزير الداخلية، هو الجهاز الأمني يجب أن يرد طمأنينة للمواطن الكويتي عندما يلجأ للمخفر. أنا أؤكد على القيادة السياسية في الكويت أن تقدم دعما حقيقيا للوزير الخالد لكي يستطيع أن ينجز شيء. وزير الداخلية يتحمل مسؤولية سياسية، وأنا يعني أحييه على شجاعته، وأنا مؤمن بأنه صادق في إعلان نيته للاستقالة والترجل من صهوة وزارة الداخلية. وأنا أقول الأمر متروك لوزارة لمجلس الوزراء بين قبول هذه الاستقالة أو يعني الاستمرار في منصبه ومواجهة الاستجواب، لكن أقول قبل هذا ما يهمني هو الاقتصاص من قتلة المطيري. عدد لا بأس به من أعضاء البرلمان فضل عدم الإعلان عن موقف حاسم تجاه تأييد أو رفض المساءلة السياسية للوزير بانتظار خروج التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، وهو التقرير الذي دفع النائب يوسف الزلزلة للإعلان أنه في حال خرج مدينا الوزير فإنه سيصوت مع طرح الثقة به. هو شيء طبيعي ومنطقي أن ننتظر نتيجة التحقيق. الحقيقة احنا نعتمد كثيرا على الأخوة الأعضاء اللي تم تزكيتهم في لجنة التحقيق، وهم اللي راح يزودونا بالمعلومات الحقيقية، وهي لجنة محايدة وموضوعية. وبالتالي أنا أتصور أي موقف أو أي قرار على الأقل بالنسبة لي أنا راح يعتمد على تقرير لجنة التحقيق. أنا أعتقد هذه الفرصة سانحة أمام وزير الداخلية إذا بالفعل يريد أن يصحح أوضاعه في وزارة الداخلية، كما هو ذكر قال أنا لا يشرفني أن أكون على وزارة بها هذه النوعية من الجرائم. الآن ثبت أن بالفعل هناك هذه النوعية من الجرائم في وزارته، وبالتالي أعتقد جازم
لمواجهة هذه الحالة لابد من تغيير كبير وشامل في وزارة الداخلية لإصلاح الأوضاع. إذا أدانت اللجنة وزير الداخلية سأكون من المتحدثين في الاستجواب ضد وزير الداخلية، وسأكون من المسجلين على طرح الثقة في وزير الداخلية أيضا. هذا ويتوقع أن يتقدم في جلسة الغد عدد من النواب بطلب لفتح باب ما يستجد من أعمال بغية مناقشة تقرير لجنة التحقيق الذي سيسلم صباحا إلى أمانة المجلس قبل أن يوزع على الأعضاء للاطلاع على فحواه والنتيجة التي آلت إليها إجراءات التحقيق في اللجنة. رباب بداح، الرأي. ملف التعذيب لن يطوى باستقالة الخالد، عبارة استهل بها النائب جمعان الحربش تصريحا كشف فيه عن معلومات وصلته حول قضايا تعذيب أخرى أفضت إلى القتل، مضيفا أن في الداخلية عناصر فاسدة. واستنكر أيضا تصريح أحد قياديها والذي قال فيه أن الأكاديمي الستيني الذي أفردت جريدة الراي صفحة لقصته قبل أيام ما هو إلا بائع سمك، مبررا جلده وإهانته. أما النائب محمد هايف فأكد للراي أنه تلقى عددا من الاتصالات يفيد بقصص تعذيب أخرى، وأنه ينتظر التقارير والأوراق التي تثبت صحة هذه الروايات. هذا الملف لن يطوى بذهاب الوزير، وأننا سنقدم تكليف آخر للمجلس بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في قضايا تعذيب بعضها وفق المعلومات اللي وصلت إلينا أفضت إلى وفاة، في حالات أخرى وصلت إلينا معلومات عنها سنقدم فيها تكليف. وكذلك حتى نصحح هذا المسار، هنالك الآن لجنة من دستوريين وقانونيين تراجع القوانين بما فيهم قانون أمن الدولة وبما فيهم قانون الإجراءات وبما فيهم قانون الجزاء، وسنقدم طلب استعجال فصل الأدلة الجنائية والطب الشرعي عن وزارة الداخلية، وكذلك سنقدم طلب فصل التحقيقات عن وزارة الداخلية. ولكم أنكم تتخيلون الوضع اليوم الموجود في التحقيقات، اللي يرأس التحقيقات لواء عسكري يتلقى أوامر عسكرية، شيل القضية من فلان ودها لفلان. وسنقدم خلال الجلسة القادمة مجموعة من القوانين وحزمة من القوانين تعيد النصاب إلى العدالة، ونغل فيها يد السلطة التنفيذية وزارة الداخلية عن هذه التجاوزات. رسالتنا موقفنا ما هو موجه إلى رجال الأمن ولا إلى المباحث كما يشيع البعض، إلى عناصر فاسدة وقيادات فاسدة. يعجز وزير الداخلية أن يزحزح أحدهم، وكان واحد من هؤلاء من يمارس هذا الدور السيء يصرح أن الرجل الستيني هذا ما هو أستاذ أكاديمي، هذا بياع سمك، ويبرر تعليقه وجلده وإهانته. اتصالات تلقيت منها حتى قضية فيها قتل في المباحث الجنائية، ونحن واسم المقتول، لكن لازلنا نتحرى ونطلب التقارير. نعم وصلنا معلومات لكن لا ندري عن حقيقتها حتى الآن، وطلبنا منهم يعني جمع هذه المعلومات والتقارير اللي تدخل في هذا الجانب، لكن المسألة ما فيه يعني مجموعة من النواب تلقوا كذلك اتصالات ووصلهم معلومات، وما زال التحري جاري في هذه المعلومات وهذه الانتهاكات اللي لا يمكن السكوت عليها. ضمن زوبعة الردود النيابية التي خلفها مقتل المواطن محمد المطيري، اعتبر النائب أحمد السعدون أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مدان في القضية وعلى لسان نفسه. وخلال ندوة أقيمت في جمعية المحامين الكويتية، قال النائب حسن جوهر أنه يؤيد إطلاق حملة على كافة المستويات لكشف حملات التعذيب التي يتعرض لها بعض المواطنين والبدون. المواقف النيابية للندوة في قراءة جميل القاسم. لم تكن حادثة وفاة المواطن الكويتي محمد المطيري الذي قضى بفعل التعذيب على رجال الداخلية حادثة عادية يكتب لها أن تمر مرور الكرام، كيف ذلك وهي التي كشفت المستور من التجاوزات في الهرم المتآكل من الوزارة، وشرعت معها أبواب الرياح العاتية التي ما زالت تعصف من كل حدب وصوب بقمة هرم الوزارة آنفة الذكر. مع كل تقديري اللي يرحبون باستقالة وزير الداخلية، لا، استقالة وزير الداخلية ما هي استقالة حقيقية، استقالة مناورة، استقالة يريد يسمع هالكلام اللي فيه ثناء
حتى بعدين ايضا يحرك بعض الاطراف لمطالبتها البقاء وتنظيف وزاره. احنا نقول لا يمكن ان تنظف الوزاره ولا يمكن ان تنظف الاجهزه بوجودك، بل لا يمكن ان تنظف الاجهزه بوجود هذه الحكومه. هذا الكلام ما ينطبع على احد. انا اعتقد نستطيع واستطيع ان ادينه من فمه مما قال. هو انا اقبل الانسان اللي يقول والله انا ضللت يا جماعه، لما اقرا بيانه واجد بالفعل في هناك ما يمكن ان يقال ان هذا تضليل في جريمه اخرى اليوم تبينت بعد ما شهد احد الاطراف وقال يا جماعه اجلكم الله ترى الخمر اللي صادوا لي مو حقه. اذا هو مو فقط هذا الانسان راح ضحيه تحت التذيب، لكن هذا شوهت سمعته ايضا بجريمه لم يرتكبها، قد تكون في هناك جريمه اخرى. وإن كتب الموت على محمد المطيري بالطريقة تلك والتوقيت، إلا أن موته قد يفتح بصيصا من الحياة للكثيرين، أو على الأقل عدم التعرض لما وقع بالمطيري من تعذيب أودى بحياته، سيما بعد أن تكاتفت الردود الشعبية والنيابية في وجه التجاوزات التي خلفها الإهمال والتسيب في بعض أروقة الوزارة وثكناتها. نؤيد بأن تكون هناك حملة وطنية على كافة المستويات لفتح ملف حقوق الإنسان وخاصة التعذيب. احنا كنا نسمع أمانة يعني حتى كنواب، وأنا كثير سمعت من قصص من أخواننا البدون في سجون الإبعاد والحجز بدون تقديمهم إلى المحاكمة وغيرها. أنا خلال الفترة هذه اثنين اتصلوا علي شخصيا وبلغوني بظروف مروا فيها وما لقوه من تعذيب ومن أساليب بشعة في انتزاع الاعتراف. ولذلك أنا أقول واجبنا بالفعل اليوم أن نفتح هذا الملف ونوثق هذه الأحداث مهما كانت مؤلمة، مهما كانت مخجلة، مهما كانت مخزية بحق بلدنا وإحنا جزء منه، ولكن أقول بأن كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان وفوق أخلاقياتنا وديمقراطيتنا وشفافيتنا خلنا نترفع عن كل هذه الأمور ونقبل بأن هناك في خلل بغية إصلاح هذا الخلل. وتفرض حادثة وفاة المواطن وقفة تأملية حقوقية في واقع اللوائح المنظمة التي تحكم الأجهزة المعنية على مختلف مستوياتها. احنا المطلوب الحين حاليا ما نبي احنا تشريعات جديدة، خلاص تعبنا من اشياء، كل شيء جديد جديد، اشياء موجودة وخالصة منتهين منها. نحتاج إلى برنامج إصلاحي. أول شيء هي نقل إدارة الطب الشرعي والأدلة الجنائية وإدارة التحقيقات من وزارة الداخلية إلى تبعية السلطة القضائية حتى لا تتكرر حوادث التعذيب ويساهم هذا بسلامة الإجراءات. ثاني شيء إنه أن تسحب الكويت تحفظاتها من بعض مواد اتفاقية مناهضة التعذيب والتوقيع على البروتوكول الاختيار للاتفاقية حتى يكفل دور اللجنة الدولية المعنية بمراجعة التقارير عشان يصير في متابعة دولية في الموضوع. على أن قضية تعذيب المواطن الكويتي تبقى مرشحة للمزيد من التطورات، سيما في ظل الاستجواب المقدم بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد دوي الأصداء التي خلفتها القضية. جميل القاسم، الراي.